الدرجات اللي مطعم رياض البيت، مطعم بيروت، سباجيتيريا يعني مريشي رياض البيت، بتعرف المحامي اسمه سليمان تك الدين. قلت له شو؟ قال بيظهر صاير شيء للوالد. قلت له يعني شو؟ قال لي بيظهر استشهد. على الطريق طبعا صار كثير بلشت احس بالشرب والانتقام والحي الى اخره، فشفت سيارات على الطريق. عرفت تكت اكثر، تكت لا وطاش واحد ايه لا صرت كان معه هون بالساحه بالسياره والناس عم تصلي وتعيط. وصلنا الى المختاره فنظر الى الناس، الناس في وحده والناس تبكي والناس سقطت في الهجم العظيم. وقف وضرب بيده على السيارة ووالده ما زال في داخلها وقال بدي حق من الرجال ما بدي نسوى الدنيا. وكان شعارنا ادفنوا موتاكم وانهضوا وسيروا قدما، فالحياة حياة للأقوياء في نفوسهم لا لضعفاء. موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هوى في هوى. هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما. هل أراك في علاك تبلغ السماك موطني موطني الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبي نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد. لا نريد ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد، ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد. لا نريد بل مجدنا التاليك مجدنا وعهدنا واجب من الوفا، يهزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف، غاية تشرف
يا هلا في علا طاهرا عيدا طاهرا عيدا موطني.